تظاهرت تدخل في نطاق الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة التونسية. جمعية تراثنا تعنى بالتراث التونسي، وحبينا يكون احتفالنا خاص بالجمعية اللي هو اللباس الوطني التونسي، معناتها لباس المرأة التونسية اللي هو السفسيري، اللي هو يبرز أنوثتها، يبرز تونستها، يبرز احتفاليتها بالحدث هذا. المرأة التونسية عملت 60 سنة اليوم عيد نتاع المرأة التونسية. بون نحب نقول حاجات على المرأة التونسية وتراثها وتاريخها نتاع المرأة التونسية. نا تونسية، نا تونسية، يما بابا خويا نا تونسية، نا تونسية بسفسرية وخلالي وخلخالي نا تونسية. والله اللي تظاهرة كل عام نعملوها في اللباس التقليدي، وسنة قررنا باش نعملوها في عيد المرأة، نحيو فيها تراثنا وميم تو معناها إحياء الذكرى، هي حاجة حلوة هذيا لبستنا التقليدية وفي عيد المرأة معناتها.